السودريج ميساج السكينه النظر، لانه جد مهم الميساج، يخصنا مازال الحيطه والحذر، لانه كورونا خذ لنا الحاله تجندي النظر اكثر تطاس، يخصنا مازال الحيطه والحذر، لكن يفك ضروري وتمشى الكمامه لانه جد مهمه، وحتى الارتداء الكمامه خصها ديريها مناسب باش تطاظن. ثانيا يخصنا ساعه الصابون ذوامان ديزانفيكتون، انا ديزانفيكتين في السنه. ثالثا التباعد الاجتماعي. ديال المركز الصحي الحضاري ديال النظار نتق البرامج الروتينيه انتقري بدا غنغدي الاستشاره الطبيه تسندي مراج زار الطبيب عادي الاستشاره الطبيه وتشنس الدوانسن. ثانيا غنغ تتبع الحوامل جنس الديسث وغنغ التلقيح حنجاني مزيانا غنغ تتبع صحه الام والطفل. دي المركز الصحي زقومي في الجائحه يا غانغ 15 مع 20 يوم ارتأت مندوبيه الصحه بتنسيق مع العماله انه تقن المراكز الصحيه حتى هنا اخذ من دي كوفيد. دي المركز الصحي نبدا دايس رحل 15 يوم زقومي نتقدا تحاليل الكشف السريع نتقدا تحاليل بي سي ار تاك شوت 2 تكوانزان منويه نبدا تزي واحد خمي غينقص شويه الضغط في المستوصف الصحي خمي في المركز الصحي الحضاري من جديد خلينا نبدا نشين التحاليل باش تيري الصوره واضحه يلمس لك ان كوفيد. هذا نقدم الدكتور برحيلي يوسف انت دوم غيوضح لنا ما مشي طرح المسلك الاول للمسلك الثاني. قامت مندوبيه الصحه باقليم الناظور بشراكه مع السلطات الاقليميه بتعزيز العرض الصحي وتوفير خدمه البي سي ار والتيست رابيد يعني التحاليل السريعه والتحاليل عن طريق البي سي ار في عده مراكز صحيه وذلك لتخفيف معاناه الساكنه ولي باش هاد الناس نكتشفوا الحاله ديالهم مبكره. الى حد الان واحد الساعه كاين 6 ديال المراكز باقليم الناظور اللي كتقدم تحليلات البي سي ار واكثر من 13 المركز الصحي اللي كيقدم تحليلات تيست رابيد. هاد التحليله ديال التيست رابيد كيستافدوا منها الساكنه اللي هي فئه الهشه عندهم الاعمار اكثر من 65 سنه او عندهم امراض مزمنه كمرض السكري او مرض القلب والشرايين والضغط الدموي. اما بالنسبه للتحليلات البي سي ار هي عباره عن تحليله اللي كيستافدوا منها المخالطين اللي عندهم الاعراض ديال كوفيد. يعني بتنسيق مع السلطات المحليه والسلطات الاقليميه كيقوموا بدرس العائلات اللي عندهم المخالطين كيعطيو لنا هذيك اللائحه لما كيجيو كنحلوهم على المركز الصحي القريب لهم كيستافدوا من التحليله ديال البي سي ار اذا كان عندهم ظهور العلامات ديال كوفيد ولما كتخرج النتيجه اذا كانت ايجابيه كيجيو من المركز الصحي اللي داروا فيه التحليله كيتلقاو العلاج ديالهم وكياخذوا الدواء ديالهم. بالطبع ما كيجيوش هما حيت هما خصهم الحجر الصحي ديالهم في الدار ولكن كيجيو العائلات ديالهم كياخذوا الدواء. اما بالنسبه للتحليلات ديال التيست رابيد فهي كدار النتيجه ديالها كتكون على الاكثر 10 ديال الدقائق لهذوك الفئات اللي ذكرتهم من قبل. وإلا خرجت لنا شي تحليله انه مشتبه فيها كنحيلوهم بصفه طبيه على المركز الصحي القريب لهم باش كيستافدوا حتى هما من التحليله ديال البي سي ار. والحمد لله مكنتنا هذه الطريقه بالكشف المبكر لعده حالات الحاملين لكوفيد 19 واخا ما كانش ظاهره عليهم الاعراض وتلقاو العلاجات ديالهم وكنسولوا فيهم الحمد لله راهم بصحه جيده. ومن بعد الله سبحانه وتعالى ان هذا من هذا المنبر كنبغي نحيي جميع الطبقه الشغيله الصحيه اللي بذرات بمجهودات كبيره والحمد لله انها ما تخلات على هاد المرضى حتى دقيقه ما تخلى انها بالليل وبالنهار واي طبيب او اي ممرض او اي تقني اسعاف او اي شخص كلهم باسمه وكلهم بصفته اللي كيبذل مجهودات وكيبذل ما بوسعه واللهم لك الحمد وكنطلبوا من الله انه يهز علينا هذا الوباء. والشكر لجميع الساكنه اللي حتى هي تعاونت معنا للناس اللي هما بوزيتيف حقا تكون فينا وفي ديورهم وكنطلبوا من الله السلامه للجميع. مامش نان يضبيبني يعدون قبرينو وسيولان انه نظرا لارتفاع الحالات اصابه كوفيد 19 ديك السنه انكورا المندوبيه من وزاره الصحه في كسيان يجن مجموعه الاجراءات يتخذ باش تحد في الانتشار الفيروس وانيتا. من بين الاجراءات في كسي هو انه تحدد يجن 6 المراكز الصحيه في الاقليم النظايكمر تحاول تغطى
السكينة ننضى أم كمرن المراكز الصحية يقسي ونخس نقبر يمكن أن نضد كاغوها غانغ المدينة دي النضاء تخصص المركز الصحي للمسجد ونيدين تواجد الخو ذي بنين صار تخصص المركز الصحي ذي بنين صار جامع بني وكيل أولاد محند تخصص ذي زيو ضلع عمران المركزين جاي تخصص هو المركز الصحي متويمة المراكز الصحية يا ممش عذون النن وباختصار هو أنه المهم منسن هي أذقن التحاليل المخالطين للحالات الإيجابية تحليلة من عنان هو جن تحليلة للبي سي آر البي سي آر هو التحليل النير ينتق قوانزان تانيتا تحليلة بي سي آر ممش ذو من النغ المراكز الصحية يا تحليلة يتقن ستين المراكز الموجهين تقن يجن تحليلة للبي سي آر تحليلة للبي سي آر ذو من النغ هو التانيتا يغاري انتقيت سوانزان ثانيتا اللاتي جنس باش هاد السيورة المازيغ تانيتا يعني تسمى بين قوسين تاكسو تنيزين خدم ذا سجن رقتن سواداي وانيتا الفلاكون إذا يطرح أو فازيات إذا يطرح تحليلية تحليلة يطرح عن طريق انزان ستفيد المهني الصحة الإطار الصحي ستفيد تاح قوانزان مسح شويه تفوت يتقدر فلاكون نس يتبلع خاص يتيري سيس من نس المعلومات الشخصية كورة مهروش غاس أو كل مخالط غاس الفلاكون غاس تزية النس وحدس باش ديري معروف ثانيتا المرحلة ثانيتا المرحلة ثم زوري تخن السيور تحليل البي سي ار بالنسبة لإجن الإجراء الإجراء النظمي والسنين تقيت من دوبيا الصحة والسيور خاص دكتور يوسف برحيلي هو أن تعمم خل مجموعة المراكز الصحية جندي الإقليم تقنيا تحليل سريع للبي سي نكشف كوفيد التحليل هي خصيت الوزارة وتجيبو السكينة مرة ولكن يجن الفئة معينة هي الفئة الهشة يغادي 65 سنة ذي نتعانى السكري قد خد عاود تسمازيختو باش يتم يستوى تمازيختو هذا نخفه من تقن ثيوذان غادي 65 سنة سنج ذي غادي الأمراض المزمنة أشنو تنسيو السكر التحليل هي من تعنا ممش تورم تانيتا كسين يجن 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 باش هو طازم باش هو ونضيع باش زي سيستيف دي جن النظري نكسي شويه تذمن ثاني تام تحليل السكوا دي 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 الطريقه الناس غنتحليل السكوا دي الطريقه الناس انت جيت ذنيتا هاواني 10 مينوت تبين انا النتيجه ما السيد غاس ما السيد غاس نيجاتيف وديس والو نيغ غاس توغاديش الكوفيد ومن بعد كسي المناعه ني قاعد ديس كوفيد يخدم مارنو في السيد عاد ديس كوفيد تيشتاسيش طريق تيش ورقة توجيه هي زي المركز الصحي اللي قد تحليلية غا أقرب مركز موجه زي ستنين النقبر أقرب مركز من يتعيش ونيتا تحلي نكمر أتف نكمرك تحليل البي سي آر التحليلة السريعة يجي نحاش نظني ثماني من بين الإجراءات تلقى أيضا المندوبية الصحة على مستوى المراكز الصحيه يتجهز هو ممش توارم ذي القاعه يجن القاعه نوينه المراقبه ذا الانعاش التنفسي يوذان ايدي تسن زيان غاص نضيق ذي التنفس نتوي ندغ القاعه ذانيتا ممش توارم ان غام مصنع مهم غان الجهاز يزين عبا المستوى الاكسجين ذمن غان الجهاز ينعبا يا طونسيون تخطيط نور خانسو ذا سغان شويه خانسو غي ذور الحاله نسى تستقر شويه تزد لومبيلونس يفغياوين غير المصلحه الحجر الصحي ذي المستشفى الحسني بصفة عامة تاني تينا الخطوات القيام تحليل البي سي ار نيغ تحليلة سريعة للكشف عن فيروس كورونا غا المواطنات المواطنين وقبل ما تختم الكلامينو عزو غاد وجه غيجن النداء عبر الموقع نوم ونيتا يمار المواطنات المواطنين انه مرة ويخد غضهانت العلامات النهراش سيتجن معروفين خو ضيق التنفس تسود تيمسي زائد يروح حاس الشم التذوق حريق الكخسان حريق الكعره يعني خذا العلامات ثانيتا الكوفيد 19 هذه توجه اقرب مؤسسه صحيه وقعش الحسني وها اقرب مؤسسه صحيه من بينهم المراكز الصحيه لنا باش هذه راح هذه تمكن الكشف المبكر خل حاله الناس ومرته غادي ني كوفيد الله يحفظ باش تتعالج ذي المراحل في مزوره الناس باش ويتعيني شخص المضاعفات الناس يتيرين قسحن شويه ثانيا تتاغزي مار المواطنات المواطنين هذا التزم الاجراءات يتخذ السلطات الصحيه التباعد الاجتماعي الكمامه المعقم قواعد النظافه ونسأل الله السلامة للجميع ونتعصر ربي سبحانه وتعالى خلنا يعفو على الوباء وشكرا جزيلا مرة أخرى والسلام عليكم ورحمة الله.